باكج جيلي تفاح اخضر من دريم. وزي ما قلت لكم بقول لكم دايما ان دريم مميزين جدا ان عندهم تنوع كبير قوي في الاطعمه بتاعه الجيلي. عندهم اكتر من 11 طعم مختلفين جدا للجيلي، من ضمنهم بقى التفاح الاخضر اللي احنا هنشتغل بيه النهارده، يدي كده انتعاش مع الايس كريم تحفه. هنحتاج كمان باكت ايس كريم فانيليا، كوبايه حليب متلج تمام، نص كوبايه ميه متلجه، ونص كوبايه ميه سخنه، ده علشان الجيلي. وبس كده، مقادير بسيطه ونتيجه هايله. تعالوا بينا يلا كده ايه، بدايه نضرب الايس كريم. فهجيب كده طبق غويط واجيب المضرب وابتدي اخد باكت ايس كريم بطعم الفانيليا، افضيه واحط عليه كوبايه من الحليب المتلج اللي احنا حاطينه في الفريزر شويه كده عشان يسقع قوي، احطه على كوبايه الايس كريم الباودر اللي عندنا وابتدي اضربهم كويس مع بعض. بسم الله. خدتوا بالكم القوام بقى عامل ازاي؟ شايفين؟ شايفين المطه بتاعت الايس كريم؟ تحفه. كده احنا جاهزين خلاص. اول طبقه. تاني طبقه هتتكون من الجيلي، فتعالوا نجيب كده ايه الجار بتاعنا ده، احط فيه نص كوبايه ميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عندنا فيه معيار تمام اهو، ماشي ده معيار الكوبايه. هبتدي احط نص، وفي النص ده هبتدي ادوب فيه الجيلي بنكهه التفاح الاخضر من دريم. وكده ده الباكت اهو بتاع التفاح الاخضر، جيلي تفاح اخضر من دريم، طعمه خطير ولونه خطير جدا مبهج كده تمام. هناخد الباكت ونبتدي ان احنا نفضيه في نص كوبايه الميه السخنه اللي انا حطيتها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اللون تحفة. تعالوا بينا بقى نقلب كويس عشان ندوب الجيلي تماما في المية السخنة دي. انا محتاجة كيس حلواني يا جماعة عشان افرغ فيه. اقلب بقى لغايه ما الاقي ان الجيلي داب تماما، وبما اني عامله في المعيار فانا هكمل بقى الكوبايه ميه ساقعه متلجه عشان تبرد لي الجيلي. يلا بينا، ادي ميه متلجه اهي، ابتدي احط ايه نص كوبايه كمان. حلو قوي زي الفل. وكده بقى الجيلي معانا جاهز، ايس كريم جاهز، جيلي جاهز. لو حابه كمان فكره لطيفه جدا، انك انت ممكن تاخدي شويه من الجيلي ده تحطيه على الايس كريم وتضربيه علشان يديله نفس الطعم بتاع الجيلي، يبقى الايس كريم واخد نكهه الجيلي اللي بالتفاح. وانا هعمل ده دلوقتي،
احط شويه تمام كده وابتدي اضربهم تاني. كده بقى الجيلي معايا بنكهه التفاح الاخضر او الايس كريم بنكهه التفاح الاخضر، وكمان هنضيف له جيلي بالتفاح الاخضر. مش قادره اقول لكم بقى على الانتعاش واللذاذه. خلاص الايس كريم بنكهه التفاح الاخضر، حاطين له شويه جيلي كده، جيلي دريم بالتفاح الاخضر بقى خطير. وهنا عندنا الجيلي، يبقى في ايس كريم بالجيلي وفي جيلي. تعالوا بينا بقى علشان اقدر افضيه في القوالب، هحطه كده في كيس حلواني او كيس سندوتشات المتاح بقى عندي. ريحته خطيرة، ريحة الايس كريم تحفة، وحاجة كده فيها اختلاف كده هتعجب كل اللي هيدوق. نقفل ونجيب المقص كده ونعمل فتحة علشان ننزل منها الايس كريم. وتعالوا بينا بقى في القوالب بتاعتنا. ده كده خلاص، جيب القوالب كده باينة الدنيا معانا يا استاذ حمدي. يلا ونبتدي نصب كده الايس كريم. تلتين بس ونسيب التلت فاضي. بعد كده هبتدي اصب عليه من الجيلي بالشكل ده، والجيلي بقى ينزل كده وممكن يعمل كده ريجه وبتاع، فيبقى شكله خطير. تمام زي الفل. ميكس بقى مش قادره اقول لكم هو لذيذ قد ايه ومنعش قد ايه، والوانه مبهجه علشان الولاد والعيد. ونبتدي نغطي بقى، نحط كده الاستكس وندخل الفريزر علشان يتجمد ويمسك بقى مع بعضه حوالي 3 4 ساعات كده، هيكون جاهز على طول على الاكل. تخيلوا بقى معايا بقى طعم جيلي مع الايس كريم بالتفاح الاخضر، بجد مش قادره اقول لكم جميل قد ايه. الغطا ده برده لسه مش لاقيه. كده خلاص خلصنا، هندخل بقى الفريزر لمدة 3-4 ساعات علشان يتماسك ويطلع معانا بقى خطير جدا جدا. ندخله بقى الفريزر. ادي الايس كريم، هو ملحقش يجمد معانا قوي، بس بصوا كده طبقة كده من الايس كريم وطبقة من الجيلي، لونها خطير وطعمها بيبقى حلو جدا جدا، وهتعجب الولاد الصغيرين قوي وسهلة جدا في عمايلها.